3 2 1 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. صباح الخير جميعا او مساء الخير حسب التوقيت اللي انت بتشوفني فيه. بس احنا حاليا هنا في مدينه اوكفيل، الساعه دلوقتي 7:30 الصبح يوم السبت. صباح الخير جميعا. المره اللي فاتت احنا اتكلمنا عن تكلفه المعيشه بالنسبه لطالب في كندا او شخص في كندا. الرقم بتاعها هتلاقيها موجود اعلى الشاشه لو انت طالب وبتتفرج عليها دلوقتي، او لو انت شخص واحد جه على كندا وبتشوفني دلوقتي، اتمنى تبص على الحلقه بتاعت الخاصه بتكلفه المعيشه لطالب في كندا او شخص في كندا، هتكون افيد ليك من الحلقه اللي انت بتشوفها دلوقتي. تمام، ندخل في موضوعنا. زي ما وعدناكم المره اللي فاتت هنتكلم عن تكلفه المعيشه لاسره في كندا. الاسره دي عباره عن ايه؟ الاسره دي عباره عن 4 افراد، اب وام واثنين اولاد. الاسره دي موجوده فين في كندا تحديدا؟ موجوده في مدينه تورونتو، تحديدا في ولايه اونتاريو. اول حاجه الناس بتفكر فيها لما تيجي على كندا هي السكن، وزي ما حكيت في الفيديو الخاص بخمس خطوات، اول 5 خطوات تعملها اول ما توصل على كندا، الرقم بتاعه موجود اعلى الشاشه، يا ريت تبص عليه لو انت لسه جاي على كندا جديد. من اهم ال5 خطوات دول هي السكن. انا انصحك واكرر نصيحتي في الموضوع ده، ما تاخدش سكن وانت موجود مثلا، وانت جاي من مصر، وانت جاي من المغرب، وانت جاي مثلا من الجزائر، وانت جاي من السعوديه. ما تاخدش سكن الا لما بتوصل على كندا وتشوف بعينك السكن ده، شوف مكانه، شوف موقعه. ما تشوفش يعني، ما تبقاش مغمض عينيك واعمى وانت قاعد في بلدك وداخل بتسيرش على سكن وتاخد اي سكن. ما تشوفش سكن غير لما توصل على البلد. وزي ما انا قلت برضه في حلقه 5 خطوات، انت مش محتاج انك تيجي هنا تقول لي انا هقعد في الشارع، لا ابدا. تقدر هنا تحجز على Airbnb، اللينك اللي موجود قدامك على الشاشه، تقدر تحجز اسبوع، اسبوعين، 3 اسابيع، شهر، لحد لما ربنا يوفقك ان شاء الله وتلاقي سكن كويس ومناسب ليك ولاهلك. متوسط اسعار هنا بالنسبه للسكن، بالنسبه للسكن للاسره في كذا اوبشن. اول حاجه في حاجه اسمها هاوس، ده بيت كامل. في حاجه اسمها تاون هاوس، ده زي الهاوس بالظبط بس حاجه على صغير. في حاجه اسمها بيسمنت، ده بيبقى عباره عن في هاوس، تمام، يبقى في دور تحت كده، ده اسمه البيسمنت، اللي هو الدور يعني هو مش الارضي، لان البيت بيبقى الدور الاولاني فيه هو ده اللي على الارض، على المستوى الارض كده، في دور تحت الارض ده اسمه البيسمنت، تمام. في بعد كده شقه، في نظام الشقه هنا برضو في نظامين. في شقه هنا بتكون الغساله موجوده معاك داخل الوحده بتاعتك او الشقه بتاعتك، ده بنسميه كوندو. وبعد كده في شقة بتكون بدون غسالة، تمام؟ الغسالة بتكون تحت، تكون في الدور الأرضي، غسالة كل الناس بتاعت العمارة، مجموعة غسالات طبعًا ومجموعة دراير اللي هو النشاف. الموضوع ده اسمه شقة أبارتمنت عادي يعني، تمام؟ فعندنا دلوقتي 5 أنواع، متوسط أسعار في كل نوع فيهم. الهاوس متوسط أسعار 3 لـ 3.5، تمام؟ ده الحاجة النظيفة، فيها أقل من كده بس لا، أنا بكلمك في الحاجة الكويسة، 3 لـ 3.5. طبعا الهاوس انا شايفه يعني مش مناسب لاسره يعني صغيره، شخصين وولدين، الهاوس هيكون كبير عليكم، تمام. ده متوسط الهاوس 3 لـ 3.5، ده طبعا لو عدد الاطفال اكبر من شخصين. عندك رقم 2 التاون هاوس، ده انصح بيه للاسر الصغيره، حوالي 2.5، 2800، ممكن 2200، تمام. ده التاون هاوس اللي هو بيت على صغير. 3 البيسمنت، البيسمنت معاك بقى من اول 1200 1400 1600 1800 حسب نظافه البيسمنت وحسب موقعه، تمام. 1200 دي ما سمعتهاش اصلا يعني، أو ممكن تقول بدايه من 1400 تلاقي البيسمنت هنا في تورونتو وما حولها، يعني زي اوكفيل زي برلينتون مثلا. ده بالنسبه للبيسمنت. بالنسبه للشقه اللي هي موجود معانا الوحده الغسيل في الشقه، الشقه دي بتبقى عباره عن اوضه واحده وصاله واحده، والصاله دي بيكون جواها الكيتشن، بيكون جواها المطبخ اللي هو الامريكان كيتشن النظام ده، فبتبقى حاجه ضيقه جدا. فانا لو انت اسره يعني شخصين انصح ان انت تاخد حاجه اكبر شويه، بس لو انت مش متوفر معاك دلوقتي مبلغ فممكن تاخد دي تمشي حالك بيها، اللي هي اوضه والصاله، يبقى موجود معاها حاجه كده زي قول طرقه كده واسعه شويه، ممكن تحط فيها سرير مثلا للاطفال. الموضوع ده بيبقى مكلف كام؟ حوالي 2000 دولار شقة أوضة، 2000 دولار. طب لو أوضتين حوالي 2400 دولار. شقة اللي هي نظام وحدة الغسيل تحت موجودة في العمارة دي بتكون عاملة حوالي 1700 دولار، 1700 دولار ده المتوسط بتاعها. الميزة هنا في الشقة اللي هي بتكون وحدة الغسيل تحت، الميزة هنا غالبا بتبقى الشقة دي واسعة، تمام. تاني حاجة بيكون فيها أوضتين، الاغلب بيكون فيها اوضتين، ممكن في شقق بيكون فيها 3 بس مش بالرقم ده، مش ب 1700، ممكن تكون 2000 2100،
تكون فيها ثلاث اوض كمان ومعاك تحت وحدة الغسيل، هي دي يعني الحاجة الوحيدة اللي فيها مشكلة، انك تغسل مع الناس تحت في وحدة الغسيل اللي موجودة تحت العمارة. تاني حاجة بقى هي الاكل. الاكل بيكلف كام هنا في كندا؟ متوسط لأسرة من 4 افراد انا حسبتها حوالي 1500 دولار كندي. طب انت حسبت بناء على ايه؟ انا بحسب بناء على كيلو اللحمة بكام هنا في كندا. من الحلقة الموجودة على الشاشة تقدر تدخل وتعرف تفاصيل اكتر، في نفس الحلقة هتشوف المنتجات العربية هنا موجودة ازاي واللحم الفريش اللحم الحلال، فما تقلقش ابدا من موضوع انك تلاقي لحم حلال وتلاقي اكل عربي زي اللي موجود في البلد اللي انت موجود فيها حاليا. ففي الحلقة اللي موجودة على الشاشة اتمنى وانصح انك تبص على الحلقة دي. تمام، فمتوسط هنا الاكل انا شايف 1500 دولار كندي، ده كويس جدا لأسرة من 4 افراد. تالت حاجة هي العربية او المواصلات. انت تنصحني بايه لو انا جاي اسرع على كندا، اركب مواصلات ولا اجيب عربيه؟ يعني بص الموضوع ده محير شويه. المواصلات ارخص طبعا، مواصلات يعني اشتراك شهري ليك في المواصلات 156 دولار. بس اجي اقول لك الاسره ليها خصوصيه، انت مثلا خارج تجيب حاجه، مثلا اتاخرت شويه حابب تجيب حاجات للبيت مع اهلك مع اولادك، الموضوع بيبقى صعب قوي ما تقعد تشيل من السوبر ماركت تحط في الباص وبعد كده تنزل من الباص، موضوع صعب شوية. بس الموضوع ما فيهوش مشكلة، يعني انا شايف انه في مشكلة لو انت وضعك لسه ما عرفتش راسك من رجليك في البلد عادي تركب مواصلات. اما اللي انا بنصح بيه انك تجيب عربية، انصح انك تجيب عربية. طب متوسط اسعار عربيات انا احسب لك على عربية هوندا القسط، قسط عربية هوندا هنا طبعا لو انت جاي معاك مبلغ مالي تقدر طبعا تشتري عربية، وده اللي هنتكلم عنه في حلقة ازاي اشتري عربية وامن عليها ان شاء الله قريب جدا هنتكلم عنها، ده بخصوص الناس اللي حابه تيجي تكيش وتشتري عربيه اول ما توصل على البلد، فان شاء الله هنتكلم عنها. طب الناس اللي لسه جايه ووضعها لسه مظبطش في البلد ولسه ما لقاش شغل، فمحتاج انه يقسط عربيه وفي نفس الوقت يامن عليها. متوسط قسط العربيه هنا عربيه هوندا، بتتكلم في عربيه هوندا عربيه شائعه هنا في كندا، حوالي 300 دولار كندي. متوسط التامين، اسعار التامين هنا برضو 300 دولار كندي، ده لازم يكون سنك طبعا واكيد سنك اكبر من 25 سنه. 300 دولار كندي، ممكن 350 ممكن 400 ممكن 250. التأمين هنا بيختلف حسب حاجات كتير ان شاء الله هنعرفه في حلقة ازاي اشتري عربية وامن عليه. فالمتوسط دلوقتي ممكن نقول العربية حوالي 600 دولار كندي. طبعا العربية ده اللي انت بتدفعه كل شهر، في تفاصيل تانية في موضوع العربية زي مثلا انك عايز باركنج، الباركنج حوالي 100 دولار، عايز غير زيت، غير زيت هنا ب 70 دولار، عايز بنزين، لتر البنزين هنا بحوالي دولار. فالعربية يعني زي ما كتير قالوا الكلمه دي قلتها الحلقه اللي فاتت، العربيه فعليا بيت تاني. رابع حاجه الاتصالات والانترنت بتاع البيت. انا عايز اركب انترنت في البيت عندي، انا لسه واصل وخدت الشقه او البيت عايز اركب انترنت. انترنت هنا انا برشح شركه فيرجن من الشركات الممتازه في موضوع الانترنت، انا مركبها حتى عندي في البيت. النظام هنا سرعه 20 ميجا الشهر ب 55 دولار، ده بالنسبه لاسعار الانترنت المنزلي. طب بالنسبه للتليفون، انا عايز دلوقتي اجيب شريحه كويسه، نوع شريحه كويس، وعايز نظام او بلان كويس للشريحه بتاعتي. زي ما انا حكيت في خطوه 5 خطوات، ما تشتريش الشريحه وانت في المطار، تشتري الشريحه ان شاء الله لما توصل على البلد اللي انت نازل فيها. شريحه هنا في نظامين، في نظام برينج يور اون فون اللي هو تكون معاك التليفون خاص بيك، في نظام فون بلانز اللي هو يديك تليفون وفوقه شريحه ومعاه خطه الدفع للشريحه دي والتليفون في نفس الوقت. انت معاك تليفونك، انا مثلا معايا تليفون ايفون، تليفون كويس، فتمام انا جاي عايز شريحه بس في النظام. ولو انا جاي عايز شريحه مع تليفون، لو انا مثلا تليفوني قديم شويه عايز احدث، ففي هنا نظام يسمح لك انك تاخد الشريحه معاها التليفون. طب تعالى نتكلم، انا جاي وانا معايا التليفون بتاعي تمام زي الفل ومحتاج انا وزوجتي شريحه على نظام اللي هو برينج اون فون، احنا معانا تليفوناتنا وعايزين شريحه. متوسط هنا لو انت هتاخد شريحه على تليفونك انت بس حوالي 60 ل 65 دولار. طب ايه الشركات اللي انت بترشحها؟ انا برشح شركه فايدو وشركه روجرز من الشركات الممتازه في موضوع الاتصالات هنا في ولايه اونتاريو. فالمتوسط 60 ل 65. طب انا زوجتي تقدر، في بلان هنا في نظام خطط هنا انك تضيف زوجتك على نفس البلان بتاعتك فتعمل حوالي 100 دولار، ده متوسط بالنسبه لي اسعار الخطوط اللي هو برينج اون فون. لو انت بقى حابب ان هم يدوك التليفون زائد الشريحتين مثلا، فالموضوع بيختلف حسب نوع التليفون وحسب النظام البلان اللي انت داخل عليه. طبعا البلان انا كلمتها عليها دلوقتي اللي هي لو انت معاك تليفونك 10 جيجا بايت في الشهر، ده انترنت زائد رسائل غير محدود واتصالات غير محدود. طب لو انا حابب ان انا اخد تليفون، النظام هنا زي ما قلنا بيختلف،
يعني ممكن مثلا لو هتاخد تليفون واحد مثلا تعمل حوالي 135 دولار في الشهر، ده اللي انت بتدفعه على مدار كل شهر لحد سنتين في النظام ده، لانك هتفضل ملزم بالشركة دي لمدة سنتين لحد لما تسدد فلوس الموبايل اللي انت واخده منه. خامس حاجة الملابس، اجيب معايا بقى وانا جاي من بلدي ملابس كتير ولا هنا عندكم ايه نظام الملابس واسعارها عاملة ايه؟ اسعار الملابس هنا انا احب افاجئك يعني من الموضوع، الملابس هنا فعليا ارخص من مصر، يعني عملت مقارنة ما بينهم، الملابس هنا ارخص من مصر وده حقيقة فعلا، الملابس هنا اسعارها ارخص من اي بلد انت رحتها قبل كده. فانا انصحك ما تجيبش معاك هدوم كتير، حتى هنا يعني الناس اللي بتحب تجيب هدوم شتا مثلا جواكت وكده، الجواكت بتاعت بلادنا دي مش هتنفعك هنا في كندا، كندا هنا محتاجة جواكت بدرجات حرارة معينة، فما تشيش غير لما توصل على كندا. بخصوص موضوع الجواكت والشتا ان شاء الله يكون معانا حلقة عن موضوع الشتا هنا في كندا. فاسعار الملابس هنا كويسة جدا في كندا واسعارها اقل من دول كتير. في هنا برضو حاجة تانية، البراندات زي اديداس مثلا دول عندهم موديلات السنة اللي فاتت وما اتباعتش مثلا فمش بيرموها، لا في محلات هنا زي وينرز، في محل زي شو كامباني، المحلات دي بتاخد من اديداس البراندات بتاعت السنين اللي فاتت وبيبيعوا عندهم، طبعا بتبقى بارقام قليلة جدا. كده خلصنا كل الاسياد بالنسبة لتكلفة المعيشة لأسرة في كندا. بقى حاجة واحدة نضيفها على الموضوع، خروجات لو انا حابب ان انا اخرج وافسح اهلي وكده، ايه نظام الخروجات هنا؟ يعني في خروجات هنا ببلاش زي حديقة زي اللي انا موجود فيها دلوقتي دي، تقدر تيجي تمشى فيها اليوم كله مش هتخلصها، حاجة راقية جدا، كل ده ببلاش تمام. ده بالنسبة للخروجات. طب انا عايز خروجات يا عم وادفع فيها فلوس، عايز تروح سينما مثلا، السينما هنا متوسط سعر تذكرة للفرد من 10-15 دولار. عايز مثلا اكل اكلة حلوة، انا عملت حلقة في مطعم مصراوي اللي هي موجودة على الشاشة، الاكل المصري في مطعم مصراوي جميل جدا. حابب ان انا مثلا متوسط خروجه زي كده مثلا لو انت واربع اشخاص اللي هو انت وزوجتك وولدين، هتعمل حوالي 100 دولار كندي لو خروجه اكل زي كده. حابب تروح كافيه مثلا، في مثلا تيم هورتنز ده كافيه يعني ممكن نقول كافيه الشعب، الناس كلها عادي تشرب عنده، الاسعار رخيصه جدا، يعني ممكن انت واولادك مثلا تخرجوا خروجه زي كده يعني تدفع لك مثلا حوالي 20 دولار مثلا. لو عايز حاجه اعلى شويه مثلا محل عصير كويس هتدفع لك في حدود مثلا 50 دولار. ده بالنسبه للخروجات هنا في كندا. وما تقلقش ابدا موضوع الخروجات، انت لو طلعت اتمشيت قدام البيت عندك دي بالنسبه لك خروجه، هنا ما شاء الله الطبيعه جميله جدا. وبكده نكون اتكلمنا عن تكلفه المعيشه بالنسبه لاسره هنا في كندا. طب انا عايز اعرف الاجمالي كام. المره اللي فاتت في حلقه الطالب انا قدرت افنطها واكتب رقم نهائي، الحلقه دي هيكون صعب عليا الموضوع ده لان الموضوع بيختلف، ممكن واحد ياخد بيت، ممكن واحد ياخد داون هاوس، ممكن واحد ياخد شقه، ممكن واحد ياخد بيسمنت، كل واحد حسب ظروفه. فانا بقول المتوسط بعد ما سالت اصدقائي وسالت ناس مقربه ليا، المتوسط هنا بالنسبه لاسره من اربع اشخاص في كندا حوالي 4000 دولار كندي الى 5000، ممكن توصل معاك ل 5000 في شهور ما، بس المتوسط حوالي 4-4.5 تمام. ده بالنسبه لي متوسط تكلفه المعيشه لاسره في كندا. اتمنى كده اكون فدتكم في موضوع النهارده، اذا عجبتك الحلقه وحاسس ان هي اضافت ليك جديد اتاكد انك ضغط على اشتراك وسبسكرايب، فعل زر الجرس عشان تكون اول واحد يشوف الحلقه. واتمنى اشوفكم دايما في خير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.